بس انسيكي منهم، انسي انسي. خلينا نرجع لموضوع. المهم بدي اروح محل العبادات، شو احكيك؟ بتروحي معنا؟ مع شفت مع المركز المتنقل شفت الضواحي القدس، اشتغلنا على فكره مبادره اللي هي سكتش مسرحي بحكي عن احد الجرائم الالكترونيه اللي هو موضوع الابتزاز الالكتروني. في شب بعثت له صداقه على الفيس باسم لسان الاسئله، امبارح بالليل حكي على اول مره، كلام حلو ومحتاج وصارت بالجامعه. السنوات الثلاثه او الاربعه الاخيره بصراحة بدأ العدد يتزايد في موضوع الجرائم الإلكترونية، وخاصة بين الأعمار من 16 لحوالي 25 سنة. ففكرنا انه احنا نخاطب الطلاب عن طريق الطلاب، فتوصلنا لنتيجه انه احنا ليش ما نعمل سكتش مسرحي. صراحه تواصلنا مع التربيه وكان يعني في كثير انسجام وتعاون. يعني احسن شيء نتوجه للمشيده وجدت كثير منيحه ودينا على افضل، شو رايكم؟ اثنين داعمين بالدرجه الاولى في المدارس للطلاب، تمام. صراحه حدا كلكم على قصه الموضوع حقكم في الشغل اللي هي امانه، وادوارنا واضحه، شفتهم شريك معنا، ولكن احنا ما بنلجأ لهم الا في الحاله اللي احنا يعني كمان بنحس انه مناسب تدخلهم، تمام. فوضحنا كل هذا الحكي من خلال السكتش. كان دور المرشد الداعم الايجابي، كان دوري كان دور كأم، الام اللي مهمله اللي كانت ما تهتم كثير لاطفالها. انا بوجه رساله لكل الامهات انهم كثير يهتموا لاطفالهم، لانه اذا ما كان اهتمام داخل البيت راح يدوروا على اهتمام خارج البيت. الرسالة اللي كانت بهذا السكتش كانت واضحة انه اهلك ثم اهلك ثم اهلك. لأن تعرف انك غبي، تعرف انك غبي، لانك حاولت تخبي نفسك وراء الاسم المستعار. انها تروح الفائدة على الجميع، يعني في اكثر من مدرسة وتجمع ان شاء الله. حملتنا للطلاب والطالبات بشكل عام هذا شيء كثير كويس بحل كثير. قديش انت 70% ل 90% من الحل والعلاج. نهاية شكرا لكم جميعا.